التمريرة بينية باتجاه بنزية، فرصة وإمكانية، التسديدة صفر للمنتخب الوطني الجزائري. ركزوا استمتعوا، ركزوا واستمتعوا. العناصر الجنوبية الإفريقية تحضر على الجهة اليمنى، فرصة خطيرة وهدف التعادل، هدف التعادل لمصلحة المنتخب الجنوب إفريقي بواسطة اللاعب تيمبا الذي تمكن من معادلة النتيجة. تيمبا زواني حذاري من الاختلالات الدفاعية، فرصة وإمكانية، تسديدة قوية. بينما قطعت هذه فرصة، بغداد وحده، فرصة لإبراهيمي في الشباك، في الشباك، في الشباك. أوه الغزال كبيرة، كرة على الجهة اليمنى، جنوب إفريقيا، مرور سليم، تسديدة قوية، والهدف الثالث، والهدف الثالث للمنتخب الجنوب إفريقي في غفلة دفاعية جزائرية مرة أخرى. صف بقرار يحاول المرور بالشكل رائع، بقرار بن سيارة، مبروك، من الأهداف التي لا عمر الثاني دخل لمن مازال يمين المراوغة هيلة منه يا مالو، ركلة جزاء. حكم ماذا قال؟ صفرت ولا لا؟ صفرت ولا لا؟ أعتقد بأنه حتى الصافرة في فمه، قال ركلة جزاء. بل الثالثة عشر من عمر الشوط الأول، رودريغو يفعلها، رودريغو لإسبانيا. 12 دقيقة لعب من ركلة جزاء تحصل عليها لامين يامال، سانتياغو برنابيو يهتز لأن عمليات داني أولمو، 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 جول. هذا دفاع ولا ماذا هذا؟ هذا دفاع البرازيل أو ماذا؟ يفعلها أولمو، استلمها بسهولة داخل منطقة العمليات، مر من الأول بسهولة ومن الثاني بسهولة. الأخيرة بعد شوية رودري يلعب لسيمون، اوه ضيعته، بو 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 بو، هدف رائع. رودريغو يعيد البرازيل للمباراة ويسجل الهدف الأول بعد خطأ فادح من أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو. البرازيل كرة أخرى، أولمو تلعب لحية موراتا، موراتا عرض وتل، ما هذا الصاروخ يا رودري على الطائر مثل ما جاءت من حسن حظه. بينيتو جونيور، تعطينا باكيتا، لا لا، مرة تلمت فينيسيو جونيور، مرة العرضية، ويليامز، تسديدة رودريغو، لا لا، رائع للمنتخب الإسباني، عرضية بعيدة القائمة، وخربة غال، الكلية تنفذ في القائمة الأول، تغطية دفاعية، الحكم يخلي اللاعب، ما زالت خطورة، غال يفعلها الولد فيليبي أندريك، يسجل ثاني أهدافه في ثالث مباراة يلعبها مع منتخب بلاده بيسراه، يضربها في الزاوية اليمنى، وجول ثاني للبرازيل الذي يعود في النتيجة عن طريق رودريغو، 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 يو 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 يو، يصدها الحارس أوناي سيمون، التسديدة مرة أولمو، الحارس خطيرة، والحارس على مرتين يتمكن من هذه الكرة، تروح ركنية للمنتخب الإسباني، وإلا كانت كرة صعبة، لوكاس بيرالدو لحقها من أمام داني كارباخال. لامين يامال، أولمو wouldn't have counted, the flag is up. يامال يستلم من أمام فينديل، هيدا منه، يو 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 يو، ركلة جزاء، ركلة جزاء أخرى يحتسبها الحكم، كان ينتظر في الحكم المساعد إشارته لإسبانيا. رودري وبنتو جول، رودري وبنتو جول،
فابين رويز يوصلها خطيره خطيره يطلب على جيلو من خطيره 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 باكيتا باكيتا الحارس كوتو التوزيع خطيره الكره وركله الجزاء يدخل باكيتا 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 جول 3-3 في النتيجة تصبح الآن متعادلة بين البرازيل وإسبانيا.